الساحل العاج زيها زي كتير من الدول الأفريقية عانت من الاستعمار لفترات طويلة جدا، وتحديدا كانت تحت الحماية الفرنسية، بعد كده الاستعمار الكامل لحد ما قدرت تستقل رسميا سنة 1960. فترة الاحتلال الفرنسي لكوت ديفوار كان فيها تاريخ طويل من النضال امتد ل 120 سنة، تخيلوا. طبعا كوت ديفوار بلد عندها مقاومات كبيرة، موقع مهم على المحيط الأطلنطي، فيها ثروات طبيعية زي البترول، زي الغاز الطبيعي، زي الألماس والحديد. كوت ديفوار بلد فيها غابات مهولة، وده مخليها من أهم الدول في صناعة الأخشاب، وهي أكبر بلد بتزرع كاكاو في العالم، الناس اللي بتحب الشوكولاتة، ومن أكبر الدول في إنتاج الكاجو والموز والبن، يعني الشوكولاتة والقهوة في آن واحد، أهم حاجتين يمكن عند ناس كتيرة. طبعا في الكورة هي بلد دروجبا وبلد يايا توريه، نجوم منتخب الأفيال، صاحب التاريخ الكروي الكبير في أفريقيا. عايزين النهاردة نغوص أكتر وأكتر في أعماق دولة من أهم الدول الأفريقية مع ضيوف مصر جديدة، الدكتور أيمن السيسي نائب رئيس تحرير الأهرام والمتخصص في الشأن الأفريقي، ومعانا ضيف عزيز جدا على مصر جديدة، عمر أحمد فليكو الطالب بالأزهر الشريف، هو من دولة كوت ديفوار، بيكلم لغة عربية صح جدا. أهلا بحضراتكم، منورنا بجد في مصر جديدة. وخليني دكتور أيمن اسمح لي أبدأ بعمر. طبعا. عمر، أنت جاي مصر تعمل إيه؟ بداية أنا أشكركم. أنا أتيت مصر للدراسة، وكملت دراستي. بتدرس إيه بقى؟ أدرس الدراسات الإسلامية والشرعية في الأزهر الشريف. الأزهر الشريف. طيب عمر، لو أنت هتتكلم دلوقتي وتقول أنا طالب من كوت ديفوار جاي أدرس في مصر، فناس كتير مصريين ممكن ما يعرفوش كتير عن كوت ديفوار، لو هتقول لنا كده من قلبك عن وطنك الأم كوت ديفوار هتقول إيه؟ هتوصف كوت ديفوار بإيه؟ وصف كوت ديفوار بشكل مختصرة نقول بلدة يعني في أحلى الجمال، وبلد المضياف، يحب الضيوف جدا. فبلد لا يعني فوق الوصف إلا أن تزورها. كلمة ملخصة، بلدة جميلة ويرحب بالضيوف. ليه كان اسمها ساحل العاج وبعدين بقى اسمها كوت ديفوار؟ ساحل العاج أتى هو الاسم الفرنسي، هو نفس الاسم بس بالفرنساوي، بس ليه دلوقتي التسمية الرسمية بالفرنساوي الكوت ديفوار؟ نحن نسميها كوت ديفوار. ساحل العاج ده أتى لا أدري من أين أتى، لكن قد يكون سبب تسميتها بسائل الأج، لأن عندنا في هذه المنطقة قبل الاستعمار كان يوجد عندنا حتى الآن الأفيال كثير، فأنياب الأفيال العاج، ناخد العاج من أنياب الأفيال. قد يكون هذا لها تأثير في سبب تسمية البلد بساحل الأج. وإلا الناس بعد الاستعمار الناس يقولونها كوت ديفوار. تمام.